أهلا بكم في قناة العالمي على اليوتيوب، سلسلة العالمي في التربوي، الدرس السادس بعنوان الفرق بين النظرية الاجتماعية والنظرية المعرفية. أولا النظرية الاجتماعية. واحد، تعريف النظرية الاجتماعية: تسمى بنظرية التعلم بالملاحظة، ويسمى التعلم وفقها بالتعلم بالنمذجة، وهي تؤكد على التفاعل الحتمي المتبادل للسلوك والمعرفة والتأثيرات البيئية، وتعزو التغير في السلوك والتعلم إلى الملاحظة والتقليد، أي ملاحظة سلوك معين ومحاولة تقليده. 2، أبرز منذري أو مؤسسي النظرية الاجتماعية: بندورة، ريتشارد وولتر، روتر. 3، أساسيات النظرية الاجتماعية: المسيرات الخارجية تؤثر في السلوك من خلال تدخل العمليات المعرفية، التفاعل الحتمي المتبادل للسلوك، والمعرفة والتأثيرات البيئية. معظم السلوك الإنساني متعلم باتباع نموذج أو مثال. 4، مراحل التدريس في النظرية الاجتماعية: يمر التعلم بالملاحظة عند بندورة بأربع مراحل، هما الانتباه، ملاحظة ما يفعله الآخرون باهتمام وهي شرط أساسي لحدوث التعلم، الاسترجاع أو الاحتفاظ، الاحتفاظ بالخبرات لحين الاحتياج إليها واسترجاعها. الدافعية: أن يكون لدى المتعلم دافع للأداء، إعادة الإنتاج، أداء العمل كما رآه المتعلم. 5، التطبيقات التربوية للنظرية الاجتماعية: يستطيع المعلم استخدام العديد من النماذج أو النمذجة لحث التلاميذ على ملاحظتها واتباعها. يتأثر التلميذ بسلوك معلميهم وتصرفاتهم أكثر من تأثرهم بأقوالهم ونصائحهم. المزوجة بين الطلبة المتميزين وغيرهم، لأنهم يقلدون بعضهم عندما يشاهدون كفاءتهم. 2، النظرية المعرفية. 1، تعريف النظرية المعرفية: التغير السلوكي الثابت نسبيا عبر المواقف المختلفة وضمن شروط ومتطلبات تساعد على ديمومته في الشخصية الإنسانية. فالنظرية تعني بالاهتمام بالعمليات المعرفية الداخلية كالانتباه والفهم والذاكرة والاستقبال ومعالجة المعلومات. 2، أبرز مؤسسين النظرية المعرفية: ماكس فيرتهيمر، كيرت كوفكا، كيرت ليفن، جان بياجي، أوزبل، جنيه برونر. 3، أهم نظريات النظرية المعرفية: نظرية التعلم اللفظي، نظرية الجشتالت، نظرية برونر في النمو المعرفي، نظرية بياجيه في النمو المعرفي والعقلي. وفي نهاية هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في قناة العالمي وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد.